سكان كانتون داركوكا بكونجورو في حداد. شيخ الكانتون محمد سليمان إدريس الذي يسمونه بمودة السلطان انتقل إلى رحمة الله هذا الخميس 28 أكتوبر 2021، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات قضاها على سرير المرض. وشيعت جنازته بحضور أقاربه وأصدقائه، بالإضافة إلى المسؤولين الإداريين يتقدمهم والي البطحة جيمتا بن ديرغون. خلال 40 عاما من الحكم اتسم محمد سليمان إدريس وفقا لشهادات إخوانه وأبنائه وأصدقائه بأنه كان رجلا حكيما، وتمنوا أن يكون خلفه خير خلف لخير سلف. فقد أفضل حقيقة والحمد لله هذا أمر بإذن الله. وقال الحاكم جيمتا بن ديركون إنه فقد أحد المتعاونين المخلصين للإدارة. هذا وتوفي شيخ كانتون داركوكا محمد سليمان إدريس عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا وراءه 41 أرملتين من البنين والبنات.